السلام عليكم. هنبدأ النهاردة إن شاء الله في المعمل السادس، هنراجع بقية أساسيات الـ VHDL. هناخد اللي احنا يعني هنكمل على اللي احنا خدناه، هنتكلم على السيكوينشال كود. بس قبل ما نبدأ فيه هبتدي أفكركم احنا خدنا إيه المرة اللي فاتت. بدأنا الأول خدنا برنامج بسيط على الضرب والقسمة بيعمل ملتبلاير وديفايدر، وخدنا بعد كده برنامج يعمل أذر كان unsigned other، وبعد كده بدأنا نطوره ونخليه other وsubtractor وخلينا signed وunsigned. تكلمنا ازاي نحول الرقم نخليه signed وunsigned وازاي نستخدمه سواء standard logic vector ولا integer ولا signed. خدنا الانواع دي كلها مرة فاتت. كان في كويز بسيط على الكمبارتور. الكويز ده لو حد عمله ان شاء الله هستلمه منكم في اخر السكشن او في اقرب بريك، يعني ممكن اخد منكم على الفلاشات وتجهزوه على الاسئلة على الاجهزة. النهارده ان شاء الله هنراجع على الحاجات السيكوينشال اللي خدناها في المحاضره اللي هي البروسيس والاف وويت، وهناخد مثال بسيط في الاول على الدي فلي فلوب مع اسينكرونس ريسيت، وبعد كده ناخد البريوريتي انكودر تطبيق على جمله الاف، وناخد بعد كده الايفنت كاونتر تطبيق على استخدام الفاريبلز معانا. و مش مفيش assignment النهارده، مفيش غياب لو حد جاي عشان الغياب بس او assignment او request، مفيش النهارده الحاجات دي. فلو حد يعني عايز اتفضل انا ما عنديش مانع في الموضوع ده. الرسمه دي هي الرسمه دي احنا اتكلمنا عليها كل مره اللي هي اساسيات ال VHDL، وانا بيتكون عندي من ثلاث اجزاء. اللايبراري بيكون فيها الديكليريشنز اللي عندي او التعريفات اللي في الاول، الاوبريتورز، الكيوردز بتاعت اللغه، الحاجات الاساسيه اللي عندي تعريفات اللغه كلها هنا. وفي بعد كده الانتيتي اللي بيكون فيها وصف للدايره من فوق خالص، ايه هو الدخل وايه هو الخارج، ده بس اللي مكتوب في الانتيتي. اركتكتشر بعد كده بتكلم هاو ات وركس او المفروض الفانكشن بتاعتها او الوظيفه بتاعت الدايره او بتشتغل ازاي، كل ده في الاركتكتشر وده الاساس بتاعي او هي بتشتغل ازاي، ده اهم حاجه الكود كله بكتبه في الاركتكتشر. السيكوينشن احنا اتكلمنا قبل كده على الكونكرنت كود، قلنا ال VHDL باي ديفولت هي كونكرنت، وقلنا ان هي كونكرنت كود مكونه من يعني في اربع حاجات ممكن استخدمها كونكرنت كود. حد فاكرهم؟ او الكونكرنت كود بينقسم لاربع اجزاء او اربع حاجات، منهم الاوبريتورز، و حد فاكر الباقي؟ الوان وين ستيتمنت سواء وين ايلس او ويست سيلكت وين، وجنريت لو عايز اعمل بيها لوبس، واخر حاجه البلوكس سواء بلوكس سمبل بلوكس او جاردد بلوكس. النهارده هنتكلم على السيكوينشر. مفروض يعني قبل كده كانت لو انا نفذت مجموعه سطور بالشكل ده كان هينفذهم مع بعض على التوازي بغض النظر عن ترتيبهم، ده واحد وده اثنين وده ثلاثه او اثنين واحد ثلاثه او 2 3 1 او 3 2 اي ترتيب مش فارق، كده كده الثلاثه بيتنفذوا بارلل مع بعض. حاليا النهارده انا عايز اخليه زي لغات البرمجه ينفذهم بالترتيب سيكوينشال، ينفذ واحد وبعدين اثنين وبعدين ثلاثه. عشان اعمل الكود سيكوينشال او يبقى بالترتيب يبقى لازم استخدم حاجه من الثلاثه دول، يا بروسيس يا فانكشن يا بروسيدور، واحده من الثلاثه دول عشان يخليهولي سيكوينشال. طب السيكوينشال كود المفروض لو انا كتبته في فانكشن او بروسيدر او بروسيس، لو مجموعه بروسيسز جنب بعض عماله تشتغل كل واحده في الاخر هتبقى بارلل مع الباقيين، كلهم هيبقوا بارلل، لكن جوه كل بروسيس الخارج هيكون او يعني لو دي مثلا بروسيس واحد بالشكل ده، ده بي 1 وده بي 2 مثلا، وهنا في ستور وهنا في ستور، صحيح البي 1 جواه هيشتغل سيكوينشال وهنا البي 2 هيشتغل سيكوينشال، ولكن في النهايه البي 1 مع البي 2 الاثنين بارلل في نفس اللحظه هيبقى برده كونكرنت مع بعض. يبقى تاني ياخد بالي من الكونسبت بتاع ال VHDL اللي هو الهاردوير ديسكريبشن لانجويج او لغه برمجه للهاردوير، هي صحيح الفكر بتاعها مختلف شويه عن السوفت وير، فلازم اخد بالي من الموضوع ده. هي في الاخر كونكرنت، هيبقى جوه البروسيس سيكوينشال لكن هما الاثنين مع بعض كونكرنت او بارلل. حاجة برضو مهمة أخيرا أقولها هنا، المفروض إن السيكوينشال كود مش بس بكتب بيها سيكوينشال سيركت أو مش بعبر بيها عن سيكوينشال سيركتس بس، ممكن أكتب فيها كمان
كومبينيشنال سيركتس ولكن ليها عده شروط هناخدها ان شاء الله لما اعمل الجيم. يبقى تاني ممكن اكتب بيها كمان كومبينيشنال سيركتس يعني سيكوينشال لوجيك وكمان كومبينيشنال سيركتس ممكن ده ممكن ده. حاجه تانية اخر حاجه انا في السيكوينشال بقى بجد المفروض ان هو اسمها بيهيفيرال كود. حد فاكر الكونكرنت كود كان له اسم تاني هو ايه؟ يعني الكونكرنت بنسميه داتا فلو والسيكوينشال بنسميه المفروض بيهيفيرال. كان في بعض يعني في سنه من سنين الماده هنا كانت بتدرس بالاسماء الثانيه دي. انت لو بصيت في المراجع دي بعد كده في الفي اتش ديل ساعات بتلاقي بالاسماء ده الاسماء دي وساعات بتلاقيها بالاسماء دي وهما الاثنين نفس المعنى. لو حد انترستد بعد كده او حب يكمل في مجال الهاردوير هيلاقي المصطلحات دي عنده كتير جدا فيبقى عارف ان في سيكوينشال بنسميه سيكوينشال او بيهيفيرال والكونكرنت كونكرنت او داتا فلو. طب السيكوينشال نبدا باول حاجه البروسيس. المفروض البروسيس دي بتكون بكتب اقدر اكتب جواها جمل السيكوينشال كود اللي هو الاف او ويت او كيس او لوب. هناخد النهارده اول اتنين الاف والويت والاثنين التانيين دول هنعينهم المره الجايه ان شاء الله. والمفروض ان هي بتكون بالشكل ده السينتاكس بتاعها. بكتب في الاول هنا بروسيس وبعمل بيجن واند بروسيس. دي الحاجات الاساسيه عندي. في هنا كمان في حاجه اسمها السنسيتيفيتي ليست. المفروض الحاجه دي يعني البروسيس بتكون سنسيتيف للحاجات اللي مكتوبه هنا للسيجنالز او الانبوتس اللي موجوده هنا. وده معناها ان هي لو حصل اي تغيير في الانبوت ليست دي او السنسيتيفيتي ليست البروسيس هتشتغل. لو حصل اي تغيير يعني اتغيرت السيجنال من 0 ل 1 او من 1 ل 0 اي تغيير هيحصل ساعتها البروسيس هتشتغل بعدد مرات التغيير ده. هنا لو عايز اسميها اسم ممكن اسميها هنا اسم اختياري لو هي مثلا بتعمل الافريج الارقام اقول مثلا افريج نقطتين فوق بعض وتحت هنهي اند بروسيس اوبشنال ان انا اعمل الاسم تاني وفوق برده اوبشن ان انا اعمل لها اسم مش لازم اعمل اسم. اخر حاجه هنا لو عايز اعرف متغير بديله اسم او بكتب كلمه فاريبل بديله اسم ونوع وممكن اديله انيشال فاليو. المتغيرات هنا زي المتغيرات بتاعت البروجرامينج هي بيكون مكان مؤقت بخزن فيه البيانات ما بيكونش له سينسيسايز او مش بيتحول لدايره لجزء هاردوير او لسلوك. السيجنال بيكون ليها تاثير او بيكون ليها شكل في الهاردوير واضح سلك او في الاخر حاجه في الهاردوير موجوده ملموسه. انما الفاريبل لا بتكون حاجه سوفت وير او حاجه تخيليه مش موجوده بخزن فيها البيانات او بعمل بيها عمليه ما. هناخد تطبيق عليها مع الكود التاني ان شاء الله. الفرق ما بين الفاريبل والسيجنال هيبان ان شاء الله هناخده بالتفصيل. ايه الفاريبل في الحياه الملموسه يعني ولا اي حاجه هي بتتعمل في الرام او يعني في المفروض في الميموري هيخزن فيه زي البروجرامنج بالظبط هيخزن فيه البيانات وبعد ما البرنامج يخلص هيشيله ما بقاش موجود. هي تفرق معايا لو انا مثلا بعمل كاونترز او بخزنه في فليب فلوب بخلي الناتج اللي طالع ده ممكن اخزنه عندي في مكان ما عشان انا محتاجه في اللي بعد كده. زي ما ناخد كمان شويه احنا عايزين نعد الايفنتس اللي جايه هنشوف هنعدها ازاي لازم استخدم فاريبل. لو ما استخدمتهاش هيطلع لي انا عايز اعد بيها حاجه لازم هستخدم فاريبل مش هينفع اعملها بالسيجنال. الفرق ما بينهم هيبان اكتر المفروض احنا خدناه في المحاضره بس احنا هنركز عليه اكتر المعمل الجاي. هنقول الفرق بالتفصيل ايه السيجنال والفاريبل وده كله كل الحاجات دي بس دي في الاخر تبقى واخد في دماغك ان هي مش بتتحول لهاردوير. لو انا ما خزنتهاش في سيجنال او في سلكه في الهاردوير مش هيكون ليها وجود. طبعا انا لازم في الاخر احطها في سيجنال عشان تتخزن معايا ويطلع لي القيمه لان انا لو ما طلعتهاش في الهاردوير يبقى هي مش هتبقى موجوده زي ما انت بتقول بالظبط كده. ناخد اول حاجه عشان نطبق عليها الاف. جمله الاف المفروض ان هو بيكون يعني طبعا هي الاف والويت والكيس واللوب دي الحاجات اللي انا ممكن اعملها بالسيكوينشال كود. اول حاجه الاف الشرط بتاعها ممكن اعملها طبعا ده شرط لو حصل هينفذ جمل معينه زي ما خدناها في البروجرامنج اللي هي ثلاث حالات. اول حاله بعمل اف هنا السنتكس مختلف شويه بديله الشرط وبعمل زن ايه اللي هيحصل لو الشرط ده اتحقق وفي الاخر بعمل اند اف. دي اول حاله اللي هي سمبل اف لو حصل شرط تعمل كذا طب لو ما حصلش ما تعملش حاجه.
الحاله اللي بعدها اللي هي اسمها اف ايلس، بقول لو حصل الشرط اعمل كذا، ايلس لو ما حصلش اعمل الاساينمنتس دي ايه، جمله او اكتر مش مشكله. الحاله الثالثه اللي هي اسمها ايلس اف او نستد اف، بقول لو حصل الشرط الاولاني اعمل كذا، ايلس اف الشرط الثاني اعمل كذا، ايلس اف الشرط الثالث والرابع والخامس لغايه لما اخلص الشروط، وممكن في الاخر اعمل ايلس او لا. ده كده الثلاث حالات بتوعي مكتوبين بالسينتاكس بتاعهم على بعض. ناخد اول مثال الدي فري فلوب وذ اسينكرونس ريسيت. المفروض الدي فري فلوب بالشكل ممكن معلش هي بس البرزنتيشن ساعات كده الباوربوينت بيهيس ظبطت اهي. فبيقول ده الفري فلوب، حد فاكر الفري فلوب يعني ايه؟ هو الخارج هو الدخل. طب تمام، طب دي استفيد بيها في ايه؟ ايش هو الخارج هو الدخل؟ يعني لو خارج لو الدخل بواحد الخارج يبقى بواحد، ولو الدخل بصفر يبقى الخارج بصفر. طب ده يفيدني في ايه؟ تخزين. بالظبط، هي ابسط وحده تخزين عندي في الكمبيوتر الفري فلوب، انها بتخزن 1 بيت، خانه واحده، يا صفر يا واحد زي ما حضرتك قلتي دلوقتي. فهو اشهر انواع او هو ده الميزه اكتر نوع مستخدم الدي فري فلوب. احنا خدنا زمان الاس ار فري فلوب والجي كي، او خدنا الاس ار والمشاكل اللي كانت فيه الفوربيدن كيس، وبعد كده الاس ار او الجي كي بعد كده والتوجل، وبعد كده قلنا نخليه بالتي، وبعد كده عملناها بالدي لو تفتكروا حاجات سنه اولى. فده اشهر نوع اللي هو الدخل عباره عن خرج، ده ابسط نوع بنستخدمه. ولكن في عندي شرطين، اول شرط يحصل الكلوك دي تكون اكتف، وعشان اعرف الكلوك دي اكتف ازاي لازم افتكر انواع الكلوك هي كانت ايه. فلو عملت الكلام ده على السبوره الكلوك عشان اعملها لكم افكركم بيها اهي، ده الكلوك. الكلوك سيجنال بتكون بالشكل ده مظبوط، فكاين الكلوك في منها اربع انواع. شايف الناس بدات يعني عارفين الحاجات دي، اربع انواع. ايه بقى اربع كلوك؟ اربع انواع. حد فاكر اي نوع من الاربعة؟ طب افكر. اول حاجة لو انا عملت لك كلوك بالشكل ده وحطيت لك هنا كده كلوك سلك خلاص داخل على الكلوك وعملت اسمه كلوك، دي هتشتغل في انهي جزء من السيجنالز دي؟ لو عملتها بالشكل ده بنسميها اكتف هاي. بالظبط كده، اكتف هاي يعني بتشتغل عند الجزء ده الهاي اللي هو ده. ده كده اول نوع اكتف هاي، بتشتغل عند الهاي. تمام، في نوع تاني لو انا عملت بقى شرطه واحده وهعمل دايره بالشكل ده، ده ساعتها كلوك، يبقى ده نوع ايه؟ اكتف لو، بين فيها وبعدين يشتغل. يبقى يعني انا هعمل هنا اكتف لو اللي هو اكتف لو. طيب بعد كده النوع اللي هو قدامنا في السلايد اللي هو ممكن نعمله هنا النوع ده اللي هو فيه زي مثلث موجود معاها، ده اسمه ايه؟ حد فاكر اسمها ايه دي؟ اسمها رايزنج ايج او بوزيتيف ايج. فنخليه هنا بوزيتيف ايج. المفروض البوزيتيف ايج لو تاخدوا بالكم اللي هي عند الانتقال من صفر لواحد، ده بوزيتيف ايج، وهنا بوزيتيف ايج، وهنا بوزيتيف ايج. فهناخد مثلا الاثنين دول بوزيتيف ايج. تمام، اخر نوع عندي لو انا زي اللي تحت المثلث ولكن نفيته برضه عملت الكلوك هنا، هنخليه هنا نيجاتيف ايج، او بنسميه فولينج ايج اللي هي يعني رايزنج ايج اللي هي بتاعت الصعود لو انا طالع لفوق، والفولينج ايج لو انا نازل لتحت بنسميها فولينج ايج. ممكن ناخد الاثنين دول ونعمل عليها نيجاتيف ايج او فولينج ايج. واضح؟ يبقى دول الاربع انواع من الكلوك. حاجه زي دي اتفضلي. هم اربع انواع ولا اربع حاجات؟ يعني ممكن واحد يشتغل بكذا حاله؟ لا طبعا، الحاله يعني بلوك دايجرام زي ما هو قدامنا مثلا هنا مكتوب الكلوك ودي فيه كلوك موجود. كام حاله عندك في الرسمه؟ هي حاله واحده.
السيركت الواحده هتشتغل في حلقه، الكلوك ممكن يكون ليها الحلقه دي او دي او دي او دي، هتسميها بقى حالات او انواع مش هتفرق، اربع حالات للكلوك او اربع انواع للكلوك مش هتفرق، هي في الاخر هي كلوك واحده زي ما احنا عملناها، بس الدايره هتشتغل عند ده عند اللو ولا عند الهاي ولا عند البوست بيج ولا هي على حسب الدايره اللي عندي تحدد محتاج ده ولا ده ولا ده. طبعا في الامتحان العملي او الفاينل هيجي لك رسمه زي دي، تبص شوف الكلوك شغاله عند اي حاله فيهم تبدا تطبق ده، ممكن يجي لك اي حاجه من الاربعه والاربعه سهلين، بس انت تبقى فاهم هو اي نوع عشان تبدا تحوله لكود. فاحنا اللي على السبوره او اللي احنا في الرسمه هنحتاج البوزيتيف ده اللي احنا عايزينه في المسألة. نبدا بقى نطبق الكلام ده. يبقى هنا زي ما زمايلكم كانوا بيقولوا من شويه او زي ما انتوا كنتوا بتقولوا، بتقولوا ان الكيو بتساوي عمل اساينمنت بتساوي الدي، مظبوط كده؟ امتى ده هيحصل؟ لما يكون الكلوك بوزيتيف ايج، مظبوط؟ ده اول شرط. تاني شرط الاحظ ان في تحت هنا في ريسيت. ايه هو الريسيت؟ من اسمه هو طبعا هو هنا اكتف هاي، اهو شغال اكتف هاي. الريسيت ده المفروض لو هو واحد الدايره هتعمل ريسيت يعني هتطفي، لو هو صفر يبقى الدايره مش هيحصل فيها حاجه. يبقى لازم الاول اتاكد ان مفيش ريسيت، لان لو ريسيت واحد الدايره تبقى بصفر، واتاكد ان في كلوك، مظبوط؟ فنبدا نعمل الكود بتاع الدي فلي فلوب. نراجع اللي احنا خدناه في المحاضره. لو انا عملت النيو بروجكت اختار مثلا اسمه لاب النهارده لاب 6 وسكشن 3 اندرسكور دي فلي فلوب، وهعمل نكست الحاجات الاساسيه وهعمل هنا نيو سورس. الانبوت عندي، حد فاكر الانبوت كان ايه؟ كيو ريسيت، او يعني كان اول كلوك مش هتفرق بالترتيب، وبعد كده ريسيت. دول الثلاثه انبوت بس هم ما بيتكتبوش هنا، انا اسف. هنا الاول هعمله دي فلي فلوب في اتش ال موديول، وهنا الحاجات دي معلش. هنعمل هنا كيو كوما كلوك، ممكن اخليها بالاسم ده ار اس تي، ده الانبوت. هنا الاوتبوت كان كيو بس، او كانت مظبوط، انا اسف في دي. المفروض هنا الدي كوما ريسيت كوما كلوك، دول الانبوتس. الرسمه اهي قدامنا عشان ما يتلخبطش، الرسمه اهي الانبوت الدي والكلوك والريسيت والخارج كيو. نكست فينش. فالدايره هي طلعت قدامي، كنا بنصغر ده شويه. الدايره قدامي ممكن اخليهم بقى ستاندرد لوجيك عشان الحياه العمليه، او اخليهم بيت عادي مفيش فيها مشكله. هنا انا عايز اعمل الكلام ده، بقول عندي حالتين، الحاله دي والحاله دي، وعايز اكتبه باستخدام سيكوينشال كود، هو طالب مني كده. والتاني انا هعمله جوه بروسيس. احنا قلنا السيكوينشال بيتكتب جوه بروسيس، ادي بروسيس، واشوف الفاسيلتي ليست، وبعد كده بعمل بيجن واند بروسيس، اعمل شكل عام عشان ما انساش حاجه، واشوف البروسيس. البروسيس دي هتشتغل امتى؟ هتشتغل لو حصل تغير هنا او هنا. لو ريسيت هشوفه لو بواحد يخليها الدايره تبقى كلها صفر، لو ريسيت ده بواحد يبقى المفروض الكيو تساوي صفر، ولو الكلوك اشتغلت اخلي الدي احطها في الكيو يعني. نعم، في حالة الريسيت بواحد هيخليها كلها صفر، يخلي الخارج بصفر. فهنا اللي بيعتمد عليها الريسيت والكلوك، او الكلوك والريسيت مش تفرق الترتيب. هو ممكن يسمع الكلوك لما يغير الكلوك يدخل جوه البروسيجر يشوف ال، ده اللي احنا هناخده دلوقتي في الشيت في حالات الفري فلوب المختلفة، وهسألكم فيها كمان شوية. هنخلص ده وهوريها لك، هوريك الحل اللي انت بتقول اشيل الريسيت من السنسيتيفيتي ليست دي، هوريها لك. بس اخد بالي من حاجة، ان انا هنا بعمل نوع ايه؟ اسينكرونس. يعني ايه اسينكرونس؟ يعني الريسيت منفصل خالص عن الكلوك، ما يشتغلش مع الكلوك. اللي انت بتعدل عليه ده هيبوظ لك الدنيا، هيخليها مش هيشتغل غير مع الكلوك. انا مش عايز اشتغل مع الكلوك، عايز اشتغل بيت منفصله تماما. حصل ريسيت ابوظ الدايره بغض النظر، او يعني خلي خارج بصفر بغض النظر الكلوك معايا ولا مش معايا. وهعمل الحاله الاولى، عايز احطه والله لو الريسيت بواحد، هقول اف ريسيت بتساوي واحد، زين المفروض اعمل الكيو مثلا كيو تساوي صفر. دي الحاله الاولى.
سواء عملت دول في اقواس او ما عملتهمش في اقواس مش هتفرق معايا، يبقى حاجه تنظيميه اكتر. الحاله الثانيه else، هنا السنتكس مختلف شويه. else if المفروض ان انا عايز اعمل clock event اللي هي حصل فيها تغير، لو تفتكروا ده الاتريبيوت، ده سيجنال اتريبيوت خدناه المره اللي فاتت، قلنا ان هو هيقول لي حصل فيها تغير من هاي لو او من لو لهاي، وبعد كده عشان اشوف التغير ده بوزيتيف ايدج ولا لا، فبعمل المفروض بعمل اند كلوك. تلاحظوا على السبوره او بص على السبوره فوق، كلوك لما حصل فيها بوزيتيف ايدج ايه اللي حصل هنا بعدها؟ الكلوك بقت بواحد، فهو ده البوزيتيف ايدج. فالمفروض اقول اند كلوك بتساوي واحد، زين خلي الكيو زي ما احنا عملناه بقى بتساوي الدي. وطبعا ما انساش اعمل اند اف عشان اقفل جمله الاف. يعني حاجه تانية هتتغير بالمناسبه، الكلام ده كنت ممكن اعمله بطريقه تانية، ممكن اعمل رايزنج، مش فاكر بقى هي رايزنج كده ولا ايه، اندرسكور ايدج كلوك، ممكن اعملها بالشكل ده يعني. دي بس دي فانكشن احنا لسه ما خدناهاش يعني. ممكن بدل ما اعمل كلوك ايفنت كلوك بتساوي واحد، ممكن اعملها بين قوسين رايزنج ايج على طول، ده ينفع اعمل، بس احنا مش هنعمل الجزء ده دلوقتي. اعتقد رايزنج بتتكتب كده يعني ولا ايه؟ دي رايزنج مش فاكر صراحه هي ده ولا ده. نجرب الكلام ده، نعمل هنا نشوف تشيك سينتكس لو في مشكله هتبان، وبعد كده نعملها بالسيميليشن عشان نتاكد، واجي هنا والغي الران تايم سيميليشن اللي في الاول اللي هو ال 1000 نانو ده، الغيها خالص واعمل دبل كليك عليه. لقيت فتح لي الرسمه بالشكل ده. تمام، هنلاقي هنا بقى الموضوع الموديل سيم فتح، فعايز اتست الدايره دي. هعمل وليكن الدي في الاول، عايز اخلي قيمتها بواحد، فاجي كليك يمين عليها فورس احط القيمه بواحد، ومثلا الكلوك هخليها كلوك، يبقى اعملها كلوك وبيبدا من فول انجيج عشان تبدا من الصفر، تبقى نازله على الصفر، واعمل اوكي. وهنا الريسيت في الاول خليه بواحد ونشوف. نعمل بقى رن، نعمل بلس بلس. هنا ايه اللي بيحصل عند اول حاجه؟ والله الدايره كانت الدي بواحد بس الريسيت كمان كانت بواحد، فساعتها الكيو لسه بصفر. عند اول بوزيتيف ايدج المفروض هيشوف، يعني المفروض لو الكلوك شغاله معايا يخلي الكيو زي الدي. طب ليه هنا خلاها بصفر مش زيها بواحد؟ عشان في ريسيت، لما عمل الريسيت بواحد يبقى الخارج دايما بصفر، حتى لو كملت كمان اهو دايما الخارج بصفر. طيب انا عايز اخلي الريسيت الدايره تشتغل، يبقى لازم اوقف الريسيت اخليه بصفر، وبعد كده اعمل ران هلاقيه عند اول بوزيتيف ايدج اللي هي دي بدا يقارن فعلا الدي بالكيو، خلوهم الاثنين زي بعض، الاثنين بكام؟ بواحد. لو انا غيرت يعني عملت كمان مره خليت الدي بقى بصفر ونشوف الكيو هتبقى زيها ولا لا، اعمل كمان ران هلاقيه عند اول بوزيتيف ايدج اللي هي هنا خلى الكيو زي الدي اللي هما الاثنين بقوا بكام؟ بصفار. وهكذا التايم الويف فورم بتاعنا هيكون بالشكل ده. واضح؟ يبقى الدايره كده شغاله. طب نشوف بعد كده المساله اللي بعدها اللي انتوا هتعملوها. عندي مساله ده الكود بتاعها اهو اللي احنا حليناه. طب نشوف بعض التعديلات عليه الاول في شيت رقم 6. بيقول نفس المساله اللي عملناها اهي بالظبط، ونفس الانتيتي ثابته، وغير في الاركتكتشر 5 مرات. اول مره مديني الحل ده، بيقول لي هل ده اسينكرونس دي فلي فلوب ولا هو ايه بالظبط؟ فنبص كده ونشوف. ده اسينكرونس، ده زي ايه؟ اسينكرونس، ماشي. ده زي اللي احنا عاملينه بالظبط، زيه ده اللي احنا عاملينه، ده اسينكرونس ريسيت او دي فلي فلوب وذ اسينكرونس ريسيت. تمام، اللي بعده ده اللي زميلكم كان بيقول عليه، شال من هنا الريست. لو انا شلت من هنا الريست
يبقى الدايق البروسيس دي مش هتشتغل الا لو الكلوك حصل فيها تغيير، وهيشوف التغيير ده هو موجب ولا سالب، يعني بوزيتيف ايدج ولا نيجاتيف ايدج بعد كده. بس هو هنا لازم الاول يحصل تغيير في الكلوك وبعد كده يشوف الريسيت. يبقى الريسيت معتمد على الكلوك، يبقى ده سينكرونس، الاثنين متزامنين مع بعض ومش ده اللي احنا عايزين. يبقى ده هيشتغل دي فري فلوب اه، ولكن سينكرونس ريسيت. طب اخر النوع الثالث هو ده اسينكرون، ده سينكرونس ريسيت عشان ان كلوك الريسيت مش هنا. بس هنا تحت لاحظ ان في حاجه كمان اتشالت، ما حددتش الكلوك دي هل هي بوزيتيف ولا نيجاتيف ايدج. دي مشكله. المشكله هنا ان هو صحيح في الموديل سيم هيعديها وفي السنت تشيك سينتكس هيعديها، ولكن في السنسيسايزر مش هيعديها. هيقول لك دلوقتي ده مش سبورتد كلوك سيجنال او اتريبيوت او كلوك بيهافير. ليه؟ ان هو مش عارف هي بوزيتيف ولا نيجاتيف. البروسيس الواحده بيكون فيها حاله واحده بس، بوزيتيف او نيجاتيف. لو انا سبتها كده هيفرضها بالديفولت بتاعته يا موجب يا سالب، يا اما هيعمل لي فيها ايرور في السنسيسايزر، هيطلع لي حاله من الاثنين، يا يفرضها ديفولت ان هي موجب بس او سالب ومش هتشتغل معايا على الكيت عمرها، يا اما هيقول لي ان فيها هياخدها هو يفرضها موجب او سالب، يا اما هيطلع لي ايرور. واضح؟ لكن السيميليشن هيطلع لي تمام جدا وهتشتغل معايا على حسب السيميليشن. طب الحاله الرابعه مفيش ايفنت. طب كلوك بتساوي واحد، طب يعني ايه كلوك بتساوي واحد؟ دي كانها الاكتيف هاي، صح؟ لما يعمل لي الكلوك، لو هي الكلوك بقت بواحد اشتغل. ده ما بنسميهوش فري فلوب، ده بنسميه لاتش. تقريبا انا بشرحه حد قال لاتش من شويه اعتقد، يعني ده اسمه لاتش. لما يبقى الفري فلوب الكلوك بتاعته اكتف هاي او اكتف لو، ساعتها هيكون لاتش مش فري فلوب، هيخزن يعني ولكن لاتش. واضح؟ اتفضل. ممكن يعني زميلكم يقول هو كده كده اصلا الكلوك دي طالما موجوده، طالما دخل على البروسيس يعني هيبقى اكيد الكلوك اتغيرت، يبقى اكيد كلوك ايفنت. للاسف هو الفي جي ال مش هتفهمها كده، هي تفهم الاول اللي هو البروسيس ده هيخش فيه تمام، انا دخلت فيها خلاص حصل تغيير في الكلوك، بس لازم اتشيك جوه لان انا سنسيتيفيتي لسه ممكن تكون كلوك او ريسيت او ايا كان تاني، فلازم اتشيك جوه على انهي واحده بالظبط اللي عملت، حتى لو كانت فوق هي واحده بس، فلازم اخش جوه واتشيك على كل واحده. للاسف لو انت ما عملتهاش مش هيفرضها كده، الفي جي ال كود مش هيفهمها زي ما انت قلت، رغم ان هي منطقيه اكتر بس هو مش هيفهم كده، هو هيفهم ان هي حصل تغيير واحد فيهم، لازم اخش ايه التغيير اللي حصل بالظبط، يبقى لازم تاني اتاكد ان في تغيير حصل وخليها بواحد. لكن كده الشرط كله كل الكونديشن اللي عندك كونديشن بس، ملوش دعوه هو فيها تغيير ولا لا، الكونديشن اللي هو كلوك بواحد يبقى يخليها كانها واحد اللي هو الاكتيف هاي، وده للاسف لاتش مش كلوك، مش فري فلوب قصدي. طب اخر حاجه طبعا بالاضافه لده اللي هو برضو الريسيت هتشتغل مع الكلوك، يعني ده سينكرونس ريسيت. طب ده هو الزياده ده زي اللي فات بالظبط اللي هو سينكرونس ريسيت وده لاتش، ولكن في الدي دي. ايه الدي ده؟ ده اللي هو الانبوت. طب هل ده يفرق معايا في حاجه؟ في ايه؟ هل اقولها لكم بطريقه بسؤال تاني او اقولها لكم بطريقه تانية، لو الكلوك والريسيت ما اتغيروش والدي اللي اتغير هيحصل هنا حاجه؟ ايه اللي هيوريني كده؟ انا عامل اف الريسيت اتغير او الكلوك اتغير، لو هما الاثنين ما اتغيروش والدي هي اللي اتغيرت هيخش جوه مفيش اي كونديشن على الدي، هيسيب الحاجات زي ما كانت على يبقى الوضع كما هو. الموضوع ده مش صح، هيخليه ممكن
لو حصل في النص تغيير في الريسيت كده كده هيخش على البروسيس. لو حصل تغيير في كلوك كده هيخش، ملوش لازمه ان انا اعمل الدي دي خالص. لو عملتها هيخش على الفاضي يشوف الاف مش هيلاقي حاجه وهيطلع تاني، يبقى انا بضيع بروسيسنج على الفاضي، فدي ملهاش لازمه خالص. لو عملتها هيشتغل برده بس انا بضيع البروسيسنج، فده المفروض اشيلها. طالما حاجه مش هستخدمها جوه يبقى ما اعملهاش. واضح؟ ده كان اخر منحوظه في الفلي فلوبس. وبعد كده المساله اللي بعدها او نتكلم على الجمله الثانيه بعد الاف، جمله الويت. الويت هي شبه الاف ولكن ليها استخدامات ثانيه، ليها ثلاث حالات. اول حاجه ويت، او دول الثلاث حالات عندي. اخر حاجه نبدا بالاخيره ويت فور تايم، ده لو عايز اعمل ديلي بدي له تايم يستنى عليه، زي لو مثلا عندي اكس دي في الاول بعملها انيشاليزيشن وعايزها تستنى لغايه لما تجهز واقدر اديها اوامر تمسح اللي عليها او تكتب رساله او تستنى الرساله دي تقعد ديلي ثانيتين عشان اشوفها. كل ده ديلي انا ممكن احتاجه. هنا ويت اون سيجنال دي بتلغي عمل السنسيتيفيتي ليست بالظبط. بمعنى هو فين هنا اهو، لو انا مش عايز اعمل هنا سنسيتيفيتي ليست اشيلها واعمل هنا في الاول ويت اون واحط له دول، هي زي السنسيتيفيتي ليست بالظبط. هنا الحاله هنا ما فرقتش كتير، بس لو انا مش عايز اعمل سنسيتيفيتي ليست فوق ممكن اعمل ويت اون ده وده ينفع، طبعا اعمل سيمي كولون في الاخر يعني. طب الحل الاخير بيقول ويت انتل الكونديشن، بمعنى ده هيلغي بروسيس السنسيتيفيتي ليست وهيلغي كمان الاف. مثلا ويت اون ريسيت بتساوي واحد، لو انا عايز اعمل الكلام ده، لو انا عندي الكونديشن كانت الاف الريسيت بتساوي واحد اعمل كده، يبقى انا هخليها بالشكل ده. ده ينفع لو انا عندي جمله اف وسنسيتيفيتي ليست ممكن الغيهم الاثنين بجمله ويت. ده لا، لو انا عايز الغي السنسيتيفيتي ليست بجمله اف، لو هي اف واحده اللي موجوده يعني، ممكن الغيها بالشكل ده او اعمل كذا كونديشن لو هما مرتبطين ببعض. ايه لا سوري، ويت انتل ما نسيت اعدل انتل. تمام، ده الكونديشن اون، يبقى انا هختار السيجنال اللي هتتغير زي اللي هي الريسيت او زي السنسيتيفيتي ليست بالظبط. هو احنا ينفع نعرف كذا بروسيس؟ اه طبعا. لا لا، زميلكم بيرجع لنقطة بيقول لو أنا مثلا عندي هنا بروسيس بالشكل ده وفي هنا تحت بروسيس تانية فيها مثلا ويت فور واديله زمن مثلا التايم بقى أكون معرفه فوق مثلا تايم أيا كان بقى هو كام التايم ده. تمام، زميلكم بيقول الكلام ده. هل سؤال ليكم دلوقتي بروسيس هنا وبروسيس دي، أو لو أنا عكستهم عشان يبقى سؤاله زي ما هو عايز يسأله بالظبط، لو انا عكست هنا وخليت دي بالشكل ده دي فيها ويت، يبقى اللي تحت دي مش هتشتغل غير لما اللي فوق تخلص. عايز اسمع ارائكم بقى بالظبط. احنا لسه قايلين عليها من شويه زي ما زميلك بيقول بيرد عليك يعني، بيقول لك والله احنا قلنا دي بروسيس ودي بروسيس ثانيه، كل واحده في الاخر كانها سطر في الفيتش دي الكود ده كونكرنت مع ده، يعني اللي فوق بيشتغل على التوازي مع ده. واحده فيها ويت خليها بالويت بتاعها، ودي على التوازي بتشتغل حاجات تانية، وعلى التوازي لو انا هكمل بيت البرنامج اي دوائر تانية، كل ده على التوازي مع بعض ملوش علاقة ببعض. هقول لك مثلا البروسيس دي بتشتغل على ال سي دي، بروسيس تانية بتشتغل على 7 سيجمنت، بروسيس ثالثة بتشتغل على الدي فلي فلوب. هل الدي فلي فلوب هيبقى له علاقة بال سي دي عشان تشتغل له علاقة بال 7 سيجمنت؟ لا، كل واحد يشتغل براحته. هي الويت زي ما قلنا احنا الشكل بتاعها في ثلاث حالات. الحاله الاخيره بتاعت الديلي دي ملهاش يعني بديل تاني مبدئيا. الحاله اللي هي ويت اون سيجنال ده لو انا حبيت جوه البروسيس استنى سيجنال ثانيه مرتبطه على السيجنال الاولانيه، الموضوع هيبقى كومبليكيتد اكتر. يعني انا هعمل سنسيتيفيتي ليست مش جوه بس، لا انا هسيبها اللي فوق زي ما هي وجوه كمان هعمل كاني سنسيتيفيتي ليست ثانيه ممكن.
جواها نستد جوه بعض. يعني انا عامل فوق اللي هو الكلوك، لو دايره عندي كبيره شويه فيها كذا كلوك او سيجنال، في دايره كبيره ودايره جواها صغيره وفي كذا واحده، ويستنى بقى يعمل يستنى ويت اون السيجنال الثانيه نشوفها لغايه لما تتغير كانها بالظبط يعني بروسيس نستد جوه بروسيس. هيعملها بالويت، ممكن يعملها وممكن يلغي. طبعا الحاله اللي انت بتقول انا ليه اعملها بالبروسيس او الويت، دي كلها اوبشنز قدام البروجرامر يعمل اللي هو عايزه، سواء عايز يعمل بده او يعمل بده هو حر. ويت انتل ممكن اعملها عادي وانا عامل جمله اف، ممكن اعملها شبه الاف بس هستنى الكونديشن. ميزتها ان هي مش لازم اعمل الكلام ده جوه السنسيتيفيتي ليست، ممكن الغي السنسيتيفيتي ليست واعملها ويت اون بالشكل ده عادي. انت قدامك الاوبشن ده او ده او ده، زي ما قلنا احنا ممكن ما كنا عاملينها ممكن تعملها كانت فين اول واحد بقى خالص، قلنا ممكن تلغي ده وتعملها ويت اون ده او ده، وممكن تخليها براحتك عايز تعملها ده اعملها ده، او استخدم الويت الاستخدام الوحيد اللي هو ملوش حد تاني زيه اللي هو الفور تايم، خليه في الاخير وخلاص ما استخدمش البيت. واحنا في الغالب مش هنستخدم يعني اكتر حاجه هو الويت فور تايم، هو ده عشان الديلي، انما الاثنين التانيين هنعملها بالسنسيتيفيتي ليست وبالاف. احنا في الغالب طول السنه هنعملها كده اصلا. طيب مشروع بقى ان انتوا هتعملوه دلوقتي، انا عملت واحد نعمله انتوا التاني، عايزين نعمل بريوريتي انكودر. حد فاكر الانكودر العادي؟ حد فاكر الانكودر؟ بيكون له دخل عدد معين واوتبوت عدد معين. حد فاكر واحده ان واحده 2 اس ان الدخل كام بقى؟ اهو قدامك اهو خلاص انا جبتها. الدخل المفروض هو ال2 اس ان، يعني عكس اللي انتوا قلتوه، الدخل 2 اس ان في واحد، مؤاخذه بقى الاكس طلعت معايا غلط كده، في واحد في ان قصدي معلش. مثلا لو ده الاكس عددهم 8 بيتس، ده الواي عددهم 3 بيتس، او ده انبوت وده اوتبوت، ينفع كل ده، ده فيكتور وده فيكتور. فهنا الانكودر كان بيعمل ايه؟ لو هنا واحد السبعة البيت رقم سبعة وهنا صفر 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 صفر، هيطلع لي رقم الخانة دي اللي هي رقم سبعة، يطلع لي على الخارج يطلع لي واحد واحد واحد، تمام؟ طب لو دي كانت بصفر وهي اللي بعدها واحد واللي بعدها هو اللي بقيت الصفار، لو تفتكروا ده، او يبقى بعدها ده كان ساعتها يطلع لي الرقم ده اللي هو 6، هيطلعها لي 1 1 0 اللي هي زي اللي موجوده قدامنا 6، وهكذا يطلع بقى 5 4 3 2 وهكذا كل الدائره. فاكرين الجدول ده كان كله صفار، دي كانت الحاله العامه للانكودر. بس طبعا الجدول انا مقلبه شويه، عامله شيفت يعني، بص عليه بالجنب كده هتلاقيه مظبوط، بس في حاجه هنا مختلفه. هنا ده بيقول بريوريتي انكودر. يعني ايه بريوريتي؟ بيقول لك في الحاله العامه الانكودر ده المفروض لازم يكون واحد بس واحد والباقي كله بصفار، مظبوط؟ طب افرض غصب عني طلع حاله زي دي، ادي في هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد، ساعتها الانكودر مش هيشتغل، الدنيا هتبوظ، هيختار الواحد ده ولا الواحد ده ولا الواحد ده، ولا يشوف مين الاسرع فيهم وبعد كده يختار ده ولا ده ولا ده، ويبقى الدنيا بايظه معاه. طب ايه الحل بتاع الكلام ده؟ الحل ليها بريوريتي انكودر. ايه هو البريوريتي انكودر؟ مفروض بيختار كل بيت من دول ليها بريوريتي او ليها اولويه. مثلا اعلى بيت اللي هي رقم 7 دي اعلى بريوريتي، رقم 7 دي، فبيبص على السبعة، هيبص على السبعة الاول، لو هي بواحد بغض النظر عن الباقي دونت كير اهو، سواء صفر او واحد مش هيفرق معايا، طالما هما ده سبعة هي اللي بواحد، يبقى ساعتها يطلع لي في الخارج واحد واحد واحد. طب لو الواحد لو السبعة مش بواحد يعني بصفر، هيبص على الستة لقاها بواحد، دي البريوريتي العالية، والباقي مش مهم الباقي خالص، يبص على ده وبعدين يبص على ده وبعدين على ده وبعدين على ده، لغاية لما يوصل في الآخر ده يطلع لي الستة، واحد واحد صفر وهكذا. ده كان 7 وده 6 5 4. ازاي اخليه يعمل الحاله دي؟ يبص على الاولى لقاها بواحد يطلع لي قيمتها، مش بواحد يبص على اللي بعدها ويتشيك عليها يشوفها ب 6
يشوفها بواحد ولا لا. لو لقى البيت رقم 6 بواحد يطلع الناتج بتاعها بست، واللي بعده واللي بعده واللي بعده. ازاي تشيك؟ اعمل تشيك عندي على كذا كونديشن. حد يقدر يقول لي ايه؟ احنا هتعمل باللوب طبعا، بس احنا في السيكوينشن انا المفروض ده الاول سيكوينشن ولا كونكرنت؟ هو طالب مني اعملها بالسيكوينشن مبدئيا يعني، فما انها بالسيكوينشن المفروض هي برضو الحل اللي انا قلت لكم ده السيكوينشن، هو بيبص على الاولى وبعدين يبص على الثانيه والثالثه والرابعه، فده بالترتيب. طب بيبص على ده وبعدين يتشيك على اللي بعدها واللي بعدها. ايه اللي بقدر؟ احنا قلنا النهارده اف وقلنا ويت، ايه اللي ممكن اشوف الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه بقدر اعمل كذا كونديشن فيها؟ الاف. فهبص على الاولى، لو مش كده الس اف اشوف الثانيه الثالثه الرابعه. ده اللي انتوا هتعملوه دلوقتي حالا على الاجهزه. ابداوا بقى نفذوه ونتابع كمان شويه. خلاص تعالوا نشوف بقى حل البرنامج ده. المفروض هنا احنا بدانا نعمل بريوريتي انكودر. كل اللي احنا عايزين نعمله جمله اف، اف البسيطه بتشوف السبعه البيت رقم 7، لو هي بواحد هيطلع لي وحايد. الس اف يبقى اكيد السبعه بقتش واحد، هبدا اشوف السته، لو هي اللي بواحد هطلع رقم، بعد كده اشوف الخمسه والاربعه والثلاثه واثنين واحد بالشكل ده اهو. عملت اكس وواي ستاندرد لوجيك فيكتورز، الانبوت 8 بيت والاوتبوت 3 بيت. ممكن نعملها جينيريك طبعا، غالبا ده اللي احنا كنا هنطلبه منكم المره الجايه، نخليها جينيريك زي ما عملنا الملتيبلكسر زمان جينيريك، نخليها اللي هي 2 اس ان وان بكلمه الجينيريك. وفي هنا عملنا طبعا جوه بروسيس تتغير فيها الانبوت، بس هو اللي بيتغير وبناء عليه الاوتبوت بيتغير. هيشوف اكس اوف 7 بواحد يطلع واحد وحايد، اكس اوف 6 بكذا وهكذا لغايه الاخر خالص. والحاله العامه اللي هي بهاي امبيدنس او نخليها بصفار زي ما هو كان طالب في السؤال يعني، دي ممكن تبقى صفار افضل، ثلاث صفار. والحاله دي لو تلاحظوا في السؤال ما كانش كاتبها، فدي كانت تبقى كده وده صفار، على حسب انتوا عايزين تعملوها انهي حاجه. ده بقى نفكر في المساله اللي بعدها. عايزين نعمل ايفنت كاونتر بيعد الرايزنج ايجز والفولينج ايجز زي ما هو قدامنا كده. هيعد كام واحده بوزيتيف وكام واحده نيجاتيف ايج، او يعد لي المجموع عموما وخلاص. يعني الرسمه دي المفروض هيكون في عندي البلوك دياجرام بالشكل ده، في هنا الكلوك او دي الانبوت بقى سيجنال اللي عندي، وفي عندي هنا كاونت هيكون فيها العدد كام واحده، ادي التوتال كاونت. يقول لي مثلا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8، يقول لي 8. واضح؟ نشوف مثال على ده. ده المثال القديم اللي المثال هنا هو هيشتغل معانا في موديل سيم دلوقتي. المفروض انت هتعمل حاجه شبه كده. هنا اول ده الانبوت اللي هو الكلوك، هعمله كلوك وفولينج ايج ونجرب كده نخليه ران شويه. هنا اول واحده لو تلاحظوا، معلش انا عملت حاجه كده بالغلط، اصلا عملت ايه؟ معلش تاني اهو. في اول حاله لو تلاحظوا فيه هنا انا كنت بادئ من فولينج ايج، فبدا نزل مره واحده، فدي اتعدت معايا عده. انا عامل هنا متغير اسمه نمبر في التوتال كاونت، وده نمبر 1 بوزيتيف ايج وده نمبر 2
نيجاتيف اتش. انت ممكن انا مطالب منك النمبر ده بس او الكاونت ده وخلاص. فهنا بقى صفر، بعد كده هنا بقى واحد. طبعا هنا في البوزيتيف انا خليها تاني بقى، البوزيتيف اتش هنا كان بصفر والنيجاتيف كان بواحد. هنا البوزيتيف اتش بواحد والنيجاتيف اتش بواحد. لو قعدت اعمل رن كده كمان هلاقي فوق الاعداد عماله تزيد معايا، 3 و4 و5 و6 و7 و8 و10. واضح؟ انا عامل لو تاخدوا بالكم الكاونتر ده المفروض نشوف كده الكاونت ده نوعه يكون ايه؟ نوعه ايه؟ انتجر. يفضل لو انت عايز تعمل حاجه ثانيه براحتك، بس انا عملتها انتجر سهله بالنسبه لي. الكلوك ده هيكون نوعه ايه؟ ستاندرد لوجيك بس او بيت، هي خانه واحده انا بوصلها على الكلوك هي اللي تديني الحاجات اللي ذبذبات دي. ابداوا بقى ينفذوها وينفذوه على الكات اللي هي عندكم. لا لا كفايه عليكم الكاونت بس، انا عايز الكاونت بس ده الاساسي بتاعي. عايز تعملها بحل تاني انت حر، بس انا عايز الكاونت بس. عايز تعملها زي ما انا عاملها متغير موجب وسالب انت حر. نرجع تاني بقى، احنا كان مطلوب ان احنا نعمل دايره ايفنت كاونتر زي دي بتعد كام ايفنت بيحصل. فالتفكير البسيط بتاع اي حد فينا المفروض يروح في البرنامج اللي هو مثلا بتاع الفري فلو الاولاني اللي هو ده ويعدل فيه. كان بيعمل ايه الفري فلو؟ كان بيشوف والله بروسيس الكلوك وده. لا احنا دلوقتي بقى عندنا كلوك بس هي الانبوت تمام، وعندي الخارج هنسميه نمبر ونوعه انتجر مثلا رينج 0 تو مثلا 63 مثلا، رقم قليل عشان لما احوله للهاردوير يبقى ده حوالي يعني 5 او 6 بيتس. وهنا مثلا نعمل ده لو كلوك ايفن، ده التفكير البسيط خالص. زين الكيو بتساوي الدي، قصدي احنا قلنا هنعمل هنا ايه؟ هنعمل هنا كاونت بتساوي كاونت بلس 1، وده هيكون فاريبل. ان انا قلت احنا ما ينفعش ده حاجه من الحاجات اللي ممكن نستنتجها جوه البروسيس التغيير ما بين الفاريبل والسيجنال، الموضوع مختلف تماما. ولكن يفضل عشان التغيير يبقى لحظي في ساعتها لازم اعملها فاريبل. فعرف فاريبل ده هناخده برده بالتفصيل، فاريبل اسمه كاونت نقطتين فوق بعض انتجر مثلا رينج 0 تو 63 برده، وحط له انيشال فاليو بكام؟ 0. وعشان اعمل اساينمنت الفاريبل بعمل يساوي دي، وعشان احط انيشال فاليو برده بنفس العمل هي نقطتين يساوي. تمام كده؟ ده التفكير البسيط بتاعنا جميل جدا. ولو انا عملت الكلام ده في السيميليشن هيشتغل معايا، ولكن في مشكله. مشكله احنا لسه قايلين عليها من شويه. هو كان سيميليشن هيبقى تمام جدا ومفيش فيه مشكله تذكر، يعني هنشوف دلوقتي. هنا هول كلوك نعملها كلوك ونعد، يبدا يعد معايا. انا ما عملتش حاجه، انا نسيت اعمل حاجه، انا نسيت في الاخر، معلش انا نسيت اعملها. هقول ان هو النم اسويه بالكاونت، مظبوط كده؟ ده المفروض كنت لازم اعملها، احنا ما عملناهاش. نبدا نعمل السيميليشن تاني، نقفل ده. ونعمل دي كلوك تاني فولنج ايج، نعمل اوكي وبعد كده نعمل رن. واحد واضح اهو عدى في الاول اللي هي النيجاتيف ايج اللي في الاول. واحد اتنين نكمل هيعد تمام جدا جدا ومعانا زي الفل. بس ده في مشكله، ده في العمليه هيشتغل، ولكن زي ما قلنا من شويه ده كلوك ايفنت. يعني ايه كلوك ايفنت؟ هيشتغل، ده ما ينفعش يتحول، هو سيميليشن تمام، ولكن لو جه يتحول الهاردوير هيقول لي في مشكله. هي المشكله عاوز اوريها لكم. لو انا عملتها حالا اهو وقلت له حوله للسينسايز من غير ما اعمل اي حاجه هيقول لي ده دلوقتي مفروض في ايرور، ما هيقول لي الكلام ده نوت سبورتد. اهو السطر ده وايه ده كلوك ان سبورتد كلوك ستيتمنت، ده ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ما ينفعش تحول لهاردوير يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف، ما ينفعش انها تبقى كده بس. وبالتالي يبقى لازم
ازود بقى اللي انا كنت كاتبه اللي هي ده اند الكلوك بتساوي واحد، واعمل مثلا ده كاونت 1 وده كاونت 1 وده كاونت 1 وده كاونت 1، واكرر الكلام ده تاني كله مره كمان. ده كده بقى البوزيتيف كاونت 1، نعمله كمان مره للنيجاتيف هيبقى كاونت 2 2 2. بس هيبيني مشكله، هل ينفع نم فوق هنا ونم هنا؟ هل ينفع احط قيمتين في نفس المتغير، قيمتين مختلفين في نفس الوقت؟ لا، انا قلت ده هيبقى على التوازي مع ده، عشان كده هعمل هنا مثلا نمبر 1 وهنا نمبر 2، ودول الاثنين هيكونوا سيجنالز، سيجنال نم 1 ونم 2 نوعهم انتجر رينج 0 تو 63 برضو، مش مهم ايش الفاليو بتاعتهم، مش هتفرق معايا. وفي الاخر طبعا ما انساش ان انا بعمل بره بقى، هقول له والله نم اللي انا عايز اطلعه بتساوي نم 1 بلس نم 2، دي على التوازي معاهم برضو. واضح؟ يبقى انا لو عملت كده عملت سينسايز هيعدي لي الايرور ده، ولكن انا لسه المفروض بحدد في اليوزر كونسترينتس مين الانبوت ومين الاوتبوت. تمام، تعالوا نحددها مع بعض بسرعه. نعمل ايه؟ جربها، انا شفت انت كنت بتجربها، تقول لنا هي نفعت معاك ولا هسيبك تجربها، بس في الاخر هل اتعمل لها سينسايز واشتغلت؟ جرب، لو اشتغلت يبقى تمام. شوف بس انا حد علمي ان هو لازم تعمل ايفنت فيه. فمثلا هنختار هنا الليد، انا همسك معايا اف بي جي واشوف اللي عليها. هختار مثلا اول ليد فوق اللي هي اف 9، مثلا هعملها بالشكل ده، هخليها اف 9 واعمل ابلوي. اللي بعدها شغال وتمام ماشي، شوفها على كده هيطلع معاك، هيعد الموجب بس ولا سالب بس ولا هيعمل ايه؟ جربته اشتغل ماشي، جربه 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 على الاون واوف وشوف. انا متهيألي انا سايبكوا نعم. مش فاهم، لا لا انا عاملها غلط، لا معلش دي مش طبعا مش واحد، دي المفروض تبقى صفر صفر صفر، ده المفروض الرايزنج ايج والثانيه الفولينج ايج، ده الفولينج يعني هي المفروض كده، معلش دي غلطه مني يعني، بس سهل انا هنعدلها بعد كده. ده مثلا اف ده 9 وده، وممكن نخلي بعد كده نشوف تاني انا عملت اف 9 واي 9، دي 11 وبعد كده سي 11، زميلكم يمنيني اهو زي سي 11 وبعد كده ثانية واحدة اف 11 ماشي اي ولا كام؟ اي 11 كفاية كده بقى، هما 5 بيتس خلاص. الانبوت بقى الزرار اختار اخر زرار تحت واخليه مثلا اللي هو مكتوب عليه ال 13 اخر زرار، واعمل سيف خلاص انا كده حددتها، واعمل بقى سينسيسايز كده. انا ظبطت الكود زي ما انتوا كنتوا عايزين، ومفروض ان انا بعد كده هعمل امبلمنت وبعد كده جنريت، او كنت ممكن اعمل جنريت فيعمل لي كل الخطوات دي اوتوماتيك، ولكن انا عديت من مرحله السينسيسايزر. هيطلع لي مشكله ثانيه دلوقتي هنا، المفروض في اخر جزء فيه في البليس اند راوت هيطلع لي مشكله، هتشوفوها دلوقتي معايا واقول لكم سببها ايه. احنا كل شويه يطلع لنا مشكله عمالين نحل المشاكل ديباجنج الايرورز دي كلها. المشكله الاخيره اللي هتطلع دي بيطلع، تعالوا نشوف بقى الايرور. الايرور هنا بيقول والله، بيقول لي هنا الايرور ايه؟ والله انت عندك كلوك ولكن انت مش حاططها في كلوك انبوت اوت بلوك، في الاي في جي جواها في انبوت اوت خاص بالبلوك بالكلوك، انا مش حاطط الكلوك اللي هنا، انا حاططها على زرار سويتش بره. بيقول لي دي مشكله ليه؟ لان انا كان المفروض اوصلها باي كريستال من الموجودين عندي على الكت ده باي ديفولت، طالما هي كلوك وفيها كلوك ايفنت والكلام ده يبقى لازم اوصلها على حاجه من جوه من البلوكس دي، طالما ما وصلتهاش هيطلع ايه الحل بتاعها. اروح واحنا في انهي بتاع بقى دلوقتي؟ احنا هنا المفروض اللي احنا في لاب 6 بروجكتس، اعتقد احنا في ده صح؟ ثلاثه ده احنا في ده
هخش جوه هلاقي الملف اللي هو اليو سي اف ده اللي هو يوزر كونسترينتس فايل، هفتحه هلاقي فيه كل كلوك او كل بيت قدامها اللوكيشن بتاعها. في سطر المفروض اجيبه اللي هو ده، احطه بقى في اي مكان هنا، بس طبعا باسم البيك اللي عندي الكلوك. اعملها كده، هعملها كلوك ديديكيتد راوت بتساوي فولز عشان ما يخليهاش من الديفولت كلوك راوتس اللي موجوده، ما يحطهاش على كريستال موجود، لازم اعملها كده. ونرجع تاني للكود ده جبته منين. اليو سي اف ده في نفس الفولدر بتاعي، نفس بتاع البروجكت، هتلاقي ملف باسم ال في اتش ال موديول اللي عندك دوت يو سي اف ده، لما انا عملته باللي هو البري سينسايز هو اتعمل اوتوماتيك يعني. تمام، لو انا عملت تاني امبلمنت وديزاين شوفوا اللي هيحصل. طبعا التوصيل ما كانش فيها مشكله ولا المابنج مشكله، في البريس اند راوت لما جه حطها على الاف في جي الفعليه طلع لي المشكله دي، هيطلع لي دلوقتي علامه صفراء وهيطلع لي ان هي وورنينج. الورنينج ده لو انا طورت عليه هيطلع لي نفس الكلام بالظبط اللي انا كنت مكتوب في الايرور، اتحول لورنينج اهو، هو نفس الكلام بالظبط اللي هو كلوك كومبوننت مش محطوطه في الاوبتيمم كلوك انبوت اوتبوت بتاعها كلوك. هي بس اتحط كورنينج مش مشكله، اعمل بروجرامنج. ممكن بس بقى تجيب لي الكيت اللي عندك دي. لو انا بقى وصلت الكلام ده على الكيت و معلش انتوا فصلتوا، تمام انا كده وصلت الكيت عندي وقتها، هعمل جنريت بروجرامنج فايل هيطلع لي ملف اللي هو البيت اللي هو المفروض فيه الاصفار الوحيد او يعني اللي هيتبرمج على الكيت، وهعمل هنا كانسل مش مشكله ده كله، وهعمل كونفيجر تارجت ديفايس، اختار الكيت من عندي هنا وانيشاليز تشين اتعرف عليها واقول له تمام عايز احط فيها البروجرامنج فايل مفيش فيه مشكله. احدد البروجكت ده هو فين، انا كنت حاطه مش هنا خالص المشكله دي، نشوف بقى انا كنت حاطه في الاف في جي اي ده. طب انا كنت حاطه كده في ده برضو زيه بالظبط ايفنت كاونتر، هو زي الكلام اللي موجود، بلاش احطه في الفولدر اللي جوه ده لان هو مش هيجي. وهعمل هنا كليك يمين بروجرام، هلاقيه اتنفذ معايا، بس انا حطيت بروجرام تاني غير اللي كنت بشرحه، فبالتالي ممكن نشوف الفرق ما بينهم. يعني ايه ده؟ يلا ثانية واحدة كده، ثانية واحدة. مفروض يعني لو انا عملت بروجرام تاني عشان يبقى من الاول، هلاحظ على الكيت بعد كده، هلاحظ احنا نظبطها بقى تبقى كده، هلاحظ ان هنا اللمبة الصفراء بشوفها بقى في الفيديو خلاص، في هنا اللمبة الصفراء هتنور عشان اتحرق خلاص، حط عليها الكود. أول زرار عندي ده أنا كنت عامله إن هو الكلوك، والليدز أنا كنت مختار هنا في البرنامج ده أول أربعة من تحت على اليمين هما اللي البداية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، هيعد عليها الرقم. لو أنا عملت زرار مرة لفوق بدأ يعد، أدي أول ليد نورت، نزلت كمان مرة بدأ يعد اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، الأعداد بقى كلها تحصل معايا. وعلى حسب الزرار السويتش اللي موجود ممكن يعمل كذا بلس في الثانية، فممكن الاقي الاعداد كلها بتعد من صفر لغاية الارقام اللي عندي دي كلها. واضح ده الكلوك اللي هو خليتها انبوت عندي. طبعا ده مش الحل الاوبتيمم، وعشان كده هو كان معترض عليه لان هو الكلوك لما تبقى على سويتش الموضوع مش هيبقى مظبوط، هيبقى مختلف. دلوقتي تقدروا تشوفوا بقى الحاجات هنا، هيخليكم تشوفوا الكيت دلوقتي تلف عليكم او انتوا تيجوا تشوفوها، بس نخلص بس الكود بتاعها اهو. النهارده بقى احنا خدنا مراجعه بسيطه على السيكوينشال كود وخاصه البروسيس واف ويت، وخدنا المثال دي في فلوب بالاسينكرونس دي في ريسيت، وخدنا خمس حالات ثانيه تعديلات عليه، وخدنا البريورتي انكودر والايفنت كاونتر. مفيش النهارده كويس، بس لسه الناس اللي لسه ما عملتش الكويس بتاعت الاسبوع ده ممكن تعملوها لغايه قبل يوم الاحد. دي المراجعه، ولو في اي اسئله تبقى هنا.